أدبه وده دفعته وأعرف أتصرف معاه كويس يا فندم. مفيش حاجة، أنا بجمع بس شوية معلومات عنه. ناحية المعلومات يا باشا، أنت جيت لقناة المعلومات كلها. الواد بصراحة فندم بسيوني، بسيوني ده بالذات أخلاق وذكاء وابن ناس ومتربي كويس أوي يا فندم. برافو. بس ليه يا باشا سعادتك يعني بتجمع عنه فيه؟ حقيقة حازم هو مترشح يتنقل عندنا هنا في المخدرات. ده واطي يا فندم. نعم؟ واطي. مين ده؟ الواد ده بالذات أوطى واحد في الدفعة، تصدق؟ لا يا فندم سعادتك. بسيوني؟ وأخلاقه مش كويسة. الله. ولعلمك يا فندم، ولا أنا يا فندم ما أحبش أتكلم على حد وحش. أنت هتقولي؟ سعادتك يعني. طب وفصيلة الدم؟ دم إيه يا باشا؟ ده ما عندوش دم أصلاً. بسيوني؟ آه يا فندم، أنا قطعت الدفعة كلها بسببه سعادتك. أهلاً أهلاً أهلاً، هو فين أشوفه؟ سيادة اللواء عبد السلام باشا شخصية جاي يزورني. ايه بابا؟ اه حبيبي، اول مرة تزورني في الاسم. ربنا يبارك ويبارك لي فيك. اهلا يا حبيبي، انا جايب لك مفاجأة كبيرة قوي. جايب لك معايا السيد مساعد وزير الداخلية شخصيا، ومع بنته جولنار هانم. بس ايه يا بسوني؟ صاروخ يا ابني، صاروخ. يلا يا ابني. تاني يا بابا، يا بابا قلت لك قبل كده انا ما ينفعش اتجوز واحده ما شفتهاش قبل كده. اسمع يا ولد، دي فرصتك الوحيده عشان تتنقل من الوحله دي. وبعدين يا اخي تعالى سلم على عروستك، كفايه انهم جايين لك لحد عندك. يا فندم، ابني الملازم اول بسيوني ليه الشرف انه يجي يسلم على حضرتك. تمام يا فندم. هذا الشبل من ذاك الاسد. اهلا يا وحش، اهلا بسيوني. يا باشا يا ابني، روح شوف عروستك. يلا. صباح الخير يا بسيوني. صباح الخير. سلام وخورا من ربنا رحيم. ايه ده، شفت عفريت؟ ايه اللي بيحصل ده يا عبد السلام؟ دول اكيد بيلعبوا مع بعض يا فندم. اديني فرصه بس يا بسيوني. استنى يا حاج، استنى يا حاج، اقول لك على حاجه. ايه اللي حاجه ورايا يا بسيوني؟ واللي بيسني يا بسيوني بس اتفضل يا بسيوني يا حبيبي. ده بقول لك، استنى بس، اقول لك على حاجه. لا اتاخر قوي يا عبد السلام. اكيد يا فندم بيتعرفوا على بعض. البنت اتمرمطت. ابنك عمل في البنت ايه يا عبد السلام؟ مش عارف يا فندم، اكيد في سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ انا من دلوقتي هتبقى في سوء معامله بعد كده. اشرح لك بس يا فندم، يمكن في اسباب نفسيه. نفسيه ايه؟ بلا نفسيه، بلا كلام فارغ. يلا يا بنت قدامك. يلا يا بابا، والنبي اديله فرصه ثانيه. بلا فرصه، بلا كلام فارغ. يلا الكاميرا العربيه، بلا نشيل التقدم. والنبي يا بابا، ده جميل وشبه قاضي الستار يا بابا. يلا يا بنت، يلا انجري قدامي. انت اكيد مش وعيك. ايه اللي انت عملته ده يا ابني؟ ده مساعد وزير الداخليه، عارف يعني ايه؟ والله لو الراجل جاي لوحده كنت شلته على راسي، لكن جايب لي ولاده كلهم اتجوزهم. يا ابني ده دفعتي وانا عارفه كويس، ده راجل عنيف جدا ومش هيسمح لاي حد يكسر قلب بنته. طب بابا انا راضي ذمتك، دي فيها ايه الكسر؟ دي كلها سفنج. انت حر بقى، بس تعمل كل اللي يجري عليك. بابا ده ممكن ينقلك حلايب، شلاتين، ولا حتى السلوم. ليه يعني يا بابا؟ هو جوازي من الجورنان دي يعني مهمه قوميه؟ بعدين انت قلت لي صاروخ، ودي طلعت قاعده صواريخ. الله، ده بقى يا فندم الرجل المناسب في المكان المناسب. تاريخ مشرف من العمليات الناجحه، اقوى شخصيه في دفعته. بيخدم فين الولد ده؟ في الارياف يا فندم. لما هو كفاءه وجامد كده مش كنا احنا اولى بيه؟ ده من حسن حظنا يا فندم انه بيخدم في منطقه مقطوعه، عشان لما نزرعه في وسط العيال دي وشه ما يبقاش معروف خالص. انت شفت الولد ده؟ ها؟ ويا ريتني ما شفته يا فندم. بصراحه انا اول ما بصيت في وشه خفت، جسمي اشعر لدرجه ان انا فكرت اغيره ليكون اكبر من المهمه. بالعكس، واد زي ده هو المطلوب بالظبط. انت شوقتني اشوفه. يومين اتنين يا فندم واجراءات نقله تتم خالص. انت لسه بتحبني؟ بفضل احبك طول العمر، بحبك. اوباش مسك ايديها، نكبس عليهم بقى ونعم فندم والنبي. اصبر يا زفت، خليهم يسخنوا على بعض شويه، هنا نتفرج. انا مش عارف الحياه من غيرك، كنت هقضيها ازاي؟ ما تخلص يا عم الرومانسي، ما تتعبناش، احنا في صحراء مش في جنينه الاسماك. حنين عليا طول عمرك. لا مؤاخذه يا باشا، اوباش كده سخنوا قوي، نهجم عليهم بقى يا باشا. يا ابني مفيش تلبس كده، كبيرهم محضر راغي في الطريق العام. انا اليوم عرفتك. انت فين يا استاذ حازم؟ هل تسمعني؟ حاول حاول الاتصال في وقت اخر. حاول. انا نجدت يا حيوان. ايوه يا ابيه، ده الجهاز بيترعش من الفرحه. حازم انت
تعرف الواد دفعتك اللي اسمه بسيوني عبد السلام بسيوني اللي بيغدف في الأرياف ده؟ طبعا يا باشا. عاوزك تجيبهولي من تحت قطيع الأرض، ما تدخلش مكتبي إلا وهو في إيدك، تجيبهولي حيا أو ميتا. علم يا سعادة الباشا. يلا يلا. طب والتلبس ده يا باشا؟ يا ابني سيبك منهم، دول عاملين لي فيها تمر وشرير. يا راي يلا. بابا ما اهلا اهلا، اتاخرتوا ليه يا اولاد؟ عشان عمو ده لندنة وصاوي. برافو يا حبايبي. انا مالي يا بابا، اذا كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى، ما تنتحر في 60 داهية. ايه؟ عملية تجميل؟ بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف انه يشتغل فيها. هيشفط ايه ولا ايه؟ احنا لحقنا، ابوها ينتقم، وبعدين ينتقم بقى، احنا ما يهمناش حاجة يا بابا. ثانية واحدة، ثانية واحدة يا بابا ودني. بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم. بقول لك ايه؟ حازم حازم! بسيوني بسيوني! الله يحرق سنينك، انت فين يا ابني؟ فاكر يا لما كنت بغششك في الامتحانات؟ وكنت بصحى. والله وحشتني يا بسيوني. والله وانت كمان. طب فاكر يا لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز؟ رقبتك كانت هتتكسر، بس مش فاكر يا باشا. برضه مش فاكر، انت هتصعبط عليا. بنسى الحاجات ده. والله وحشني. وانت كمان يا بسيوني. قول لي يا حازم بالحق، انت ايه يعني، ايه اللي فكرك بيا؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك. يا سيدي على الهزار واللطافه. جاي اقبض عليك يا بسيوني. جاي تقبض عليا انا؟ بجد يا بسيوني. لا والنبي. اديني بقى ايدك الشمال. ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي. الف لا باس. يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني. افكك ايه يا باشا، ده انت شكلك عامل مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه، كل اللي حصل انا احكي لك ان انا رفضت اتجوز جورنان، عايزين يقولوا لي حلايب وهتمرمط. يا باشا لا فيها جورنان ولا حلايب، ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله. قال لي هتقوله حيا او ميتا. يا عم ولا اكبر ولا حاجه، انت عارف الموضوع ده حله ايه؟ دبله وبوكيه ورد. فكني بقى يا حازم. ورد ايه يا ابني، انت اطلع قدامي. اتفضل. يا فقر ادوحش ادوحش يا مسوني. تعالى 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 ابعد لك عيش وحلقه كل يوم. يا فقر كل يوم ابعد لك عيش وحلقه. يحيى العز، يحيى العز. قدامي. تمام يا فندم، قبضنا على ضابط بسيوني. الله يخرب بيتك، انت ايه اللي حببته ده؟ انت في ايه في دماغك؟ ربط الكرفس ليه بس يا ابي؟ سعادتك قلت لي عايزه حيا او ميتا، انا جايبه لك يا فندم اهو بدون اي نقطه دم واحده. سعادتك طب هرب من قدامي وحسابي معاك بعد. امشي. شفت يا عم هو زعل، يا ريتني ما وقفتك تجيب ورد. اسف يا باشا، افتح الاساور بتاعت الباشا يا فندم. اطلع بره يا حازم. معلش احنا اسفين على الموقف البايخ ده. لا يا فندم مفيش حاجه، احنا خلاص هنبقى اهل. جورنان اخبارها ايه يا فندم؟ انت هتبتديه على ماذا؟ ما خلاص قلنا احنا اسفين، عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حيلك. لا هشد حيلي واصلح غلطتي تماما يا فندم، يعني بس كان ليا رجاء عند حضرتك، بلاش حلايب، انا اساسا تعبان في الارياف. انت باين عليك متعب ولبط، ايه اللي انت شايله؟ دي حاجه بسيطه يا فندم، ان شاء الله الف سلامه على بنت سياده مساعد الوزير. هي عيانة؟ وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ صرع يا فندم. ايه؟ صرع يا فندم، صرع. ألف سلامة للهارم الصغيرة يا فندم، ربنا يشفيها لسعادتك. مش ده؟ مش ده؟ ورد ايه وهاني مين؟